تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مدينة أسفي الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكبار، والذي تنظمه الجمعية الإقليمية لمنتجي الكبار بإقليم أسفي ووزارة الفلاحة. الدورة الخامسة تتميز بالحدث الاستثنائي، الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ما هي الاستعدادات؟ ونحن على بعد أقل من 48 ساعة سنتعرف عن كل ذلك مع السي محمد الزنيني رئيس الجمعية الإقليمية لمنتجي الكبار بإقليم أسفي والمنظمة لهذا الحدث. مرحبا سي عبد الجليل ومرحبا بموقع سافينو. كما لاحظتوا بقات واحد 48 ساعة لافتتاح الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكبار. الحمد لله هذه السنة تحت الرعاية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذا المعرض ما جاش نتيجة فراغ، وهذه الرعاية ما جات نتيجة فراغ، جات بعد المجهودات ديال أعضاء الجمعية الإقليمية ككل والسيد عامل إقليم أسفي اللي كان عنده واحد الدعم كبير باش أننا ناخذوا الرعاية السامية، ووزارة الفلاحة يعني باش ناخذوا هذه الرعاية السامية. وهذه الرعاية السامية قبل ما تكون هي تكليف تشريف، راه هي تكليف باش نعطوا اكثر من العام اللي فات. الحمد لله هذه السنه تتميز بمشاركه واحد 144 تعاونيه من مختلف جهات المملكه. حاولنا هذا العام يعني يكونوا عده ندوات، اللي غتكون عده ندوات ان شاء الله داخل الفضاء المعرض. ما نسيناش الناس ديال العبده، وخصوصا في فن التبوريضه غيكون واحد في واحد الفرق ديال الفن ديال التبوريضه في قدام ساحه المعرض، وغتكون سهرات فنيه ان شاء الله اللي غتكون ابتداء من نهار الجمعه ان شاء الله، الجمعه والسبت. تنتمنى هذه الدوره ان شاء الله تكون ناجحه بفضل ديال جميع السلطات المحليه، ونشكروا جميع السلطات المحليه والمجلس البلدي وجميع اللي تدعموا هذه الدوره. تنتمنى يعني في المواقع الالكترونيه ديال اقليم اسفي انها تجي تشجعنا. هذه مدينه ديال كل المعرض، ماشي ديال الجمعيه، هذا ديال المدينه. تنتمنى انهم يجوا يشجعونا ويجوا يغطوا هذا الحدث الهام في المدينه. يعني على الصعيد الوطني ملي كنذكروا نبته الكبار طبعا كنذكروا اقليم اسفي، كنقولوا اقليم اسفي كنقولوا نبته الكبار، يعني اصبح عندها واحد الصيت على المستوى الوطني والدولي. الان الكبار المعرض الوطني، شنو هي القيمه المضافه اللي زاد من شهرة هذه النبتة اللي الآن صبحت الحمد لله خارج حدود الوطن؟ أي جميع القارات الآن صبحت كتعطي اهتمام لهذه النبتة اللي هي معروفة على مستوى إقليم آسيا. الحمد لله بفضل المعرض الوطني للكبار اللي خرج في 2017، يعني كان الكبار اللي يتجاوز الثمن ديالو ديال 8 درهم. اليوم الكبار يعني واحد 17 درهم للكيلو، هذا يعني الحمد لله مزيان المرأة القروية، تنخص بالمرأة القروية. يعني المعرض عطى واحد القيمة مضافة لهذا المنتوج، يعني ربما اليوم فقط أصبحت أقاليم، لأن تجي أنها تاخذ الشتلات باش أنها تزرع هذا المنتوج. وبفضل هذا المعرض ديال الكبار يعني تيجوا تعاونيات باش يشوفوا التجربه ديال مدينه اسفي، لان مدينه اسفي سبقت مدن اخرى في زراعه الكبار، يعني خداتها زراعه ما بقاش يعني كبار سوفاج. تنتمنى من هذا المعرض لهذ السنه ان شاء الله، طمحنا اننا خدينا الرعايه الساميه، يعني السنه الجايه ان شاء الله تنطمحوا انه يكون دولي، لان الكبار عالمي، فتنطمحوا العام الجاي ان شاء الله انه يكون دولي. كنعرفوا يعني اكثر من 160 جمعيه وتعاونيه من مختلف اقاليم جهات المملكه الان اللي غتحضر في المعرض الوطني للكبار. الاهم من كل هذا ان في الدرجه الاولى او على المستوى الوطني رقم واحد المعرض الدولي لمكناس، ولكن مباشره كيتبعوا معرض الوطني للكبار باسفي. من حيث رقم المعاملات، اي المدخول اسفي كتفوق مداخل ديال التعاونيات اللي كتشارك اكثر من 200 مليون، يعني واش هذا من حيث الجودة ديال المنتوجات او من حيث الرواج المعروف على مستوى اقليم اسفي؟ كما تعرف بان اصبح اقليم اسفي او المعرض الوطني للكبار باسفي هو الثاني بعد مكناس من حيث المبيعات، لان تكون منتوجات مختلفه. هذا العام حاولنا ان نجيبوا واحد 30 منتوج يعني محلي، وبفضل الرواج ديال ساكنه مدينه اسفي لانها مشتاقه بحال هذه المعارض، الحمد لله تيكون واحد الرواج كبير. تنتمنى هذا العام تنتوقع ان تفوق واحد 500 مليون سنتيم ان شاء الله، باش نخلقوا واحد المرتبه تكون مشرفه داخل 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 الوطن ان شاء الله. دابا الان وصلنا للسنه الخامسه، يعني المعرض بدا كبير.
شنو اللي غيميزوا هذه السنة من حيث مثلا المنتوجات المعروضات؟ لأن كنعرفوا مجموعة من أقاليم المملكة، هناك بعض الجهات اللي كتميز ببعض المنتوجات، وخاصة الجميل في هذا المعرض أنه كيساهم في ترويج المنتوجات المجالية، لأن كنعرفوا الأغلبية كيشتغل فيها نساء من البادية، وكنعرفوا هذه السنة يعني الدورة عندها شعار هو آفاق تنمية سلسلة كبار، والدور ديالها في تشغيل المرأة والشباب. الحمد لله، يعني في هذه الدورة يعني حاولنا أن نجيب تعاونيات، خصوصا هذا المعرض يعني حاولنا أن نركزوا على جميع التعاونيات تكون عندهم سلامة صحية، يعني المعرض ككل يعني تعاونيات عندهم سلامة صحية. كما تعرف حاولنا أن الكبار نشجعوا جميع التعاونيات، أكثر من 20 تعاونية ديال الكبار اللي غتشارك في المعرض الوطني للكبار، يعني واحد الرقم اللي كان كبير، يعني ما كناش نتجاوزوا واحد 5 تعاونيات استاد العام، حاولنا أن تكون 20 تعاونية اللي تكون ديال الكبار في المعرض الوطني للكبار. وباش نختموا معاك، غتوجه واحد الدعوه للساكنه ديال المدينه ديال الاقليم وكذلك خارج الاقاليم المملكه باش يجوا ويزوروا فضاءات المعرض الوطني للكبار في دورته الخامسه، واللي هذه السنه الحمد لله كيتميز بحدث كبير اللي هو كيتنظم تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. تندعو ساكنة أسفي، وحنا متعودين بأن ساكنة أسفي تتحج بكثرة لهذا المعرض، تندعوها باش أنها تجي تكتشف واحد عدة منتوجات مجالية من مختلف جهات المملكة، وعندنا اليقين أن هناك كاين غيجوا جهات مختلفة باش أنها تجي تزور هذا المعرض. تنتمنى هذه الدورة تكون ناجحة، والحمد لله حنا عندنا اليقين إن شاء الله بتضافر الجهود يعني كإعلام كسلطات محلية باش ننجحوا هذه الدورة. باش يوصلكم جديد ديال أسفي الآن، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.